أكد سعادة السيد علي بن محمد رميحي وزير شؤون الإعلام أن لقاء جلالة الملك المفدى بالرئيس الأمريكي كان مثمرا وناجحا، مشددا على أن مملكة البحرين تفرض احترامها الدولي من خلال دورها الفاعل في تعزيز أمن المنطقة. الحقيقة اليوم عقد لقاء بين جلالة الملك المفدى ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التأكيد من خلال هذا اللقاء بأن هناك تاريخ مشترك بين البلدين، علاقة تمتد لأكثر من 120 عام. هناك قواسم مشتركة بين البلدين. البحرين سياستها الخارجية تنطلق من قاعدة صلبة، وهي العلاقة الشخصية التي تجمع جلالة الملك المفدى بجميع قادة دول العالم. لذلك جاء هذا اللقاء مثمر وناجح بإذن الله. البحرين تفرض احترامها على المجتمع الدولي من خلال مشاركتها الدائمة في تأكيد وتعزيز أمن المنطقة. البحرين تعمل بفاعلية ونشاط في أي تحالف دولي لمكافحة الإرهاب لتعزيز أمن المنطقة. إشادة الرئيس الأمريكي بدور البحرين في مكافحة الإرهاب هذا دليل معرفة الإدارة الأمريكية بما تقوم به البحرين. البحرين بلد تسامح، بلد حرية أديان، الكل يمارس شعار الدينية بكل حرية. وفي نفس الوقت البحرين لها دور جدا مؤثر في موضوع مكافحة الإرهاب. كما أشار وزير شؤون الإعلام إلى أن الإدارة الأمريكية جادة في محاربة الإرهاب الذي أغلب ضحاياه من المسلمين، مشددا على أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون هي شريك حقيقي لمكافحة الإرهاب والتطرف. موضوع مكافحة الإرهاب الآن يعالج بشكل جذري وواضح. الإدارة الأمريكية الحالية جادة في معالجة هذا الملف. كان هناك في تردد في معالجته في السنوات السابقة وأدى إلى تفاقم هذه المشكلة بشكل كبير، حتى وصلت هذه الأذرع الإرهابية إلى أوروبا وإلى أمريكا. أكثر من تضرر من الإرهاب الدول الإسلامية، مثل ما استمعنا اليوم لكلام أو خطاب الرئيس الأمريكي بأن 95% من ضحايا العمليات الإرهابية هي من المسلمين. صحيح. اختيار الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية كأول محطة خارجية والالتقاء بقادة دول مجلس التعاون، ومن ثم أكثر من 50 رئيس دولة إسلامية، هذه كلها مؤشر بأن المنطقة بقيادة المملكة العربية السعودية وأشقائها في دول مجلس التعاون وبدعم ومؤازرة من الدول العربية والإسلامية اللي تواجدت اليوم بفضل جهود مباركة من خادم الحرمين الشريفين، يؤكد إمكانية المملكة العربية السعودية، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن شريك حقيقي لمكافحة الإرهاب. فاليوم أنا أعتقد تاريخي بكل المقاييس، ونتمنى أن نكون متفائلين من هذه الانطلاقة، وأعتقد نتائجها راح نشوفها في الأيام القادمة. كما نوه رميحي إلى أن دول الخليج عانت الكثير من إيران وسياساتها ودعمها للإرهاب في المنطقة، مشددا على أن هناك حزما وعزما لاجتثاث هذا الإرهاب. دول الخليج عانت الكثير في السنوات الأخيرة، هناك سياسة عدائية واضحة من إيران. في البداية كانت مجرد استخدام بعض الأذرع الإعلامية، محاولة لخلط الأوراق، ثم تم اكتشاف خلايا إرهابية، ثم بدأت دول الخليج تتضرر من عمليات إرهابية كبيرة. خادم الحرمين الشريفين قال في كلمته بأن رأس حربة الإرهاب هي إيران. محاولات استنساخ منظمات إرهابية كمن يدعى حزب الله في الدول العربية أصبحت مكشوفة الآن للعالم والمجتمع الدولي. الآن أصبحت العملية مشتركة بين جميع دول العالم لمحاربة الإرهاب بشكل حازم، وهناك حزم وعزم
لاستئصال هذه الآفة، وخاصة في موضوع تجفيف منابع تمويل الإرهاب. الاتفاق الذي تم توقيعه بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق جدا مهم في هذا المجال.